لقطة مهمة. فخالد العسكري تصرفت بواحد البراءة وتصرفت كما كيقولوا بنيتي مباشرة فاش ربحنا فريق الرجاء البيضاوي بالرباط وفزنا عليه وهو فقد اللقب، واللقب كان مشى لفريق الوداد البيضاوي. بصراحة أنا تأثرت، كنت باغي الرجاء تدي اللقب كرجاوي لأنني باش يعرف حتى الجمهور المغربي علاش أنا رجاوي. أنا راه مواليد 1981، ولقيت اللي كنت كنبغي كرة وكنتفرج في كرة، لقيت فريق الرجاء البيضاوي هو اللي مسيطر على البطولة الوطنية، فاز بخمسة الألقاب متتالية، فاز بالشامبيونز ليغ مع جولد فيس الغاني، كان عنده لاعبين كبار، مستودع، باصير، الحارس الكبير شادلي. فهذا هو السبب اللي خلاني نعشق فريق الرجاء البيضاوي. هذا المنبر كنعاود نجدد المسامحة ديالي بالنسبة للجمهور الجماهيري على ديك اللقطة، وكنتمناه يتذكرني بمقابلات كثيرة اللي خدت معاه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.